السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، واحنا جديد درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليد ووركس. درس النهاردة بمناسبة عيد الفطر، فهنبدأ نعمل نرسم زي الكحك بتاع العيد ونشوف هيترسم ازاي على السوليد، يعني حاجة ظريفة كده هنبدأ نرسمها. فهاجي أرسم مثلا في الفرونت بلان ولا سكتش، وهاجي هرسم البروفايل بتاع الكحك بتاع العيد. مثلا لو قلنا إن قطرها 5 سنتي، يبقى هنعمل حاجة بالمنظر ده، وهرسم هنا 3 point arc. هقول له 3 point arc first point second، وده كده النقطة التالتة. وابدأ احط smart dimension ان لو القطر بتاعي بتاع الكحكة خمسة نص 50 ملي، يبقى ده كده 25 ملي. تمام، الارتفاع بتاعي الهاي بتاعي 5 ملي. تمام، ومعايا هنا radius 60. اقول له exit sketch واقول له revolve حوالين اللاين ده، واقول له صح على كده. بعد كده هاجي من تحت هنا هقول له سكتش، وهعمل convert entities واقول له exit sketch، واقول له extrude على 10 ملي، واقول له صح. بعد كده ممكن نعمل فيلت، اقول له انا عايز اعمل فيلت من فوق هنا ومن تحت. الفيلت بتاعي يكون على radius 1.5 ملي، واقول له صح على كده. بعد كده هبدأ اعمل اجي في التوب بلان واعمل reference geometry بلان، واحدد مستوى يوازي التوب بلان على بعد 7 ملي مثلا، واقول له صح. واعمل سكتش على البلان ده، ارسم مستطيل كده، اقول له سمارت دايمنشن ان سمك المستطيل ده وليكن 2 ملي. واجي من هنا اتك على الدايره دي واقول له كونفيرت انتيتيز، واعمل تريم للجزء الخارجي ده كله كده، واقول له exit sketch، واقول له extrude الناحية التانية up to next، واقول له صح على كده. بعد كده هبدأ اعمل fillet لل edge دي لحد ما تنتهي معايا 22 مثلا، 25، 24. يبقى هنعمل fillet على 24 ملي، واقول له صح على كده. تمام، هاجي بعد كده اعمل linear او circular pattern، سيركلر باترن حوالين السلندر دي، الفيتشر الاكسترود ده والفيلت ده كمان، واقول له العدد بتاعي 14، واقول له صح كده. انا خلصت خلاص الكحكة بتاعتي. ممكن اعمل هايد للبلان ده، واعمل احط ابيرنس، احط ان اللون بتاعي يكون بيج ويكون للسطح ده والسطح ده والسطح اللي تحت والسطح اللي تحت طبعا المنظر ده، واقول له صح. وبعد كده هقول له برضو appearance تاني، هعمل لون يكون ابيض للفيس، اختار بقية الفيسز بقى الفيسز دي كلها، اختار كله كده. انا خلصت خلاص، عملت كل اخترت كل الفيس بتاعتي، وده كده كانت الكحكة بتاعتي. لو في احد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك Learn SolidWorks Arabic، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.